يعمل هذا الفريق على الرفع من مستوى الوعي وتعريف النشء بكيفية التعامل مع الحوادث التي قد يتعرضون لها عبر دورة تدريبية توعوية في مجال الإسعافات الأولية ومجال السلامة والتعامل مع الحرائق. كان الهدف من هذه الورشة رفع درجة الوعي لدى الطالبات حول الإسعافات الأولية، خاصة هم يعني متواجدين دائما في المدرسة، حول الإسعافات الأولية إذا في أي لحظة يعني تصير لقطة كيف يسعفوا أرواحهم، كيف ينقذوا بعضهم. أيضا طرقنا أيضا إلى السلامة الوطنية، كيفية إطفاء الحرائق وأنواع الحرائق. هذا كانت ورشة، والهدف ما تميز في هذه الورشة إنه كان في جانب نظري والجانب العملي أيضا، كيفية إطفاء الحرائق. ويعني صارت زي تمثيلية، مشاهد تمثيلية حول إذا سقطت إحدى التلميذات إحدى الطالبات شن يديروا. الدورة التي استهدفت طالبات مدرسة النهضة للتعليم الأساسي تضمنت شروحا حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة كإيقاف النزيف وتضميد الجروح والتعرف إلى أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها والأسلوب الأمثل لإطفائها. جونا فريق رواد الخير، أعطونا طريقة الإسعافات الأولية وطريقة إطفاء الحرائق واستفدنا منهم هلبا، وأعطونا ورشة عمل، واحدة الهيئة العامة للسلامة والثانية الإسعافات الأولية. الورشة شهدت تفاعلا ومشاركة من الطالبات عبر خوض تجارب عملية بغية خلق الوعي الكافي لديهن بكيفية التصرف عند حدوث أي حوادث تصادفهن في الحياة اليومية.